قناة موسوعة علوم كامبريدج ترحب بالطلاب وتدعو الجميع للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. لا تنسى اللايك والتعليق بما تريده في الفيديوهات التالية، على أساس اللي احنا نوفرك مادة تعليمية مناسبة ليك. بكم نرتقي، ويلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل الاختبار القصير الثاني عن الدوائر الكهربائية. هذا الاختبار للأستاذ المشرف الأستاذ يعقوب البلوشي. واضع الاختبار، هنأجب على الأسئلة ونقول بعض النقاط في ظل التعليمات الجديدة في وضع الاختبار للاستفادة أيضا. واحد، السؤال الأول: معدل تدفق الشحنة عبر نقطة في دائرة. يعني هو عاوز الشحنة على التي. ليه؟ لأن كلمة معدل بتعني إن ما بعدها مقسوما على الزمن، ما بعدها مقسوم، يعني الشحنة مقسومة على الزمن. ده طبعا بيديني إيه على طول؟ شدة التيار الكهربي، وبناخد الإجابة اللي هي شدة التيار الكهربي. طبعا دي عليها درجة. نشوف السؤال الثاني: سلك نحاس قطره. القطر فيه طريقتين لحساب المساحة، اما انك تجيب المساحة عن طريق A بتساوي باي R تربيع، ودي طبعا كلنا معتادين عليها، اللي احنا هنقسم هنا على 2. هنقسم على كم؟ 2، ونضرب في 10 اس ناقص 3، فنجيبها باي الرقم ده اللي هو 1.8 على 2، ونضرب في 10 اس ناقص 3 تربيع. او في طريقة كامبريدج اتبعها جديدة، ايه بتساوي ممكن اللي احنا نجيبها عن طريق باي دي تربيع على 4، حيث ان دي هنا القطر على طول، يعني باي في الدي اللي هي 1.8 برضك ضرب في 10 اس ناقص 3 على 4. لو ضربناها بهذه او بهذه الاجابة صحيحة، ما فيش اي مشكلة. وسبب القانون ده ان اللي احنا بنقول ان الدي لو انت عوضت على دي باتنين ار وربعت هتروح مع بعض تطلع باي ار تربيع. فكلا الاحوال انت بتجيب الاي، يبقى الاي اما بنحسبها باي من القانونين بتطلع معانا 2.54 في 10 اس ناقص 6 متر تربيع. شدة التيار اللي هي الاي اللي هي 1.4 امبير. هو جايب لي عدد حاملات الشحنة الكهربية اللي هي ان سمول 8.5 في 10 اس 28. عايزك بس تكون متذكر للعلم ان عدد حاملات الشحنه دي كمعرفه، لان السؤال هي عدد الالكترونات على الحجم بتيجي منين ديت. بحب اشير للطلبه، يعني انت لو عندك طاوله عليها 10 اقلام، طاوله نفس الطاوله عليها 1000 قلم، هي في حجم معين، مساحه معينه اللي هي فيها حجم معين، فالكثافه بتاعتها عددها على الحجم. فده قانون بنقول عليه قانون عقلي، كثافه عدد الكثافه او عدد حاملات الشحنه اللي هي الكثافه بتاعتها العدد على الحجم. طيب هو عاوز السرعه الانجرافيه في، طبعا احنا عندنا قانون محدد لهذا الامر، قانون الاصل الثابت اي بتساوي ان اي في في شحنه الالكترون اللي هي الكيو، وعاوز الفي بيساوي الاي على ان اي في اي. كل دي حاجات موجوده عندنا بنعوض بيها، يعني الاي اللي هي 1.4، الان اللي هي 8.5 في 10 اس 28، في الاي اللي احنا جبناها 2.54 في 10 اس 6، في شحنة الالكترون اللي هي 1.6 في 10 اس سالب 19. تضرب الكلام ده بالحاسبة وتجيب الفي
ناس شاطرة في الضرب الحاسبة تطلع تقريبا 4×10^5 متر على الثانية أو متر في ثانية ناقص واحد. ده بنقول عليه سؤال قصير بخطوتين بدرجتين. التحويلات يعني إنك تجيب التحويلات مظبوطة مثلا بدرجة والحل بدرجة على خطوتين يعني بيكون عليها درجتين. ده سؤال قصير بتسميه معرفة أو من نوع AO1. دي ممكن AO2 يعني بيسموها، يعني الـ AO2 ده يعني لما نقول يا طلبة عشان تفهموها معانا يعني اللي بيبدأ بعد الفهم التطبيق شوية والاستنتاج. أما AA1 دايما اللي هو المعرفة والفهم، ده تعريف مباشر يعني معرفة. AA1 بسيط من النوع البسيط، اللي هو الطاقة المنقولة لكل شحنة، يعني الطاقة لكل شحنة أو طاقة اللي هي الـ AB لكل شحنة. طبعا هو على طول الـ V بتقدر تجيبها من القانون، يعني فرق الجهد الكهربي، يبقى فرق الجهد الكهربي مجموع التيارات الداخلة لنقطة والخارجة منها، يعني اللي هي summation IN بيساوي summation IOUT، التيارات الداخلة والخارجة براف، والناس طبعا حافظاه اللي هو قانون كيرشوف الأول، قانون كيرشوف الأول. سؤال 4 على مجزئ الجهد، دائرة مجزئ الجهد، ما قيمة الـ VN، عاوز الـ VN هذه بوحدة الفولت، المقاومة الداخلية مطلقة، ظهر لي الإجابة. طبعا احنا عندنا الـ V out الخارجة، المقاومة اللي بنحسب عليها الـ V out على مجموع المقاومتين في الـ VN. الـ V out ب8، هنا 6 × 3 = 6 بيساوي الـ VN، دي 6/9، يبقى الـ VN على طول 9×8/6، 9×8/6، دي مع ديت هنا 3، هنا 2، دي مع ديت هنا 4، 2×4، تمانية، تبقى الإجابة 8، لأن دي 6 ودي إيه؟ 9، 9×8 = 72، تاني كده نحسبها تاني، دي 9 ودي 6، يعني 8 بيساوي 6/9 في إن، على 3 فيها 2، ما فيش هنا خلاص، على 3 فيها 3، 3×8 = 24، يبقى الـ VN 24/2 يبقى في 12 مساحة كده. دي بقى دي بنسميه غلط شائع، اللي انت تعمل زي ما انا عملت كده. يبقى الإجابة بتاعتنا هي كام؟ 12. هنشوف السؤال الأخير. طبعا بيبقى في الغالب في الوحدة دي كيرتشوف على طول، تحس ان هو لازم بيكون معاك على قانون كيرتشوف. هنا تيار I1 داخل وI2 خارج وI2 خارج، تقدر تجيب كيرتشوف الأول من هنا لو انت احتاجته، يعني اكتب خطواتك عادي. I1 داخل وبيساوي 2 اللي هي الخارج، واي 2 داخل، ده قانون هيفيدك في كلا الاحوال، لان الابسلون عندنا هنا مجهوله، الابسلون مجهوله عاوزها، فيعني احنا ممكن نشتغل في الدايره الخارجيه كده نبعد عنها، نقدر نجيب اي واحد لو بعدنا عنها، يعني في الدائره الكليه الخارجيه، الدائره الكلية الخارجية الكبيرة دي. تعال نمشي كده بهذا الشكل، هنا موجب 25، هنا I1 في 5 لأنه معانا احنا هنقول summation E يساوي summation V، دي خلينا نركز مع القوة الدافعة الكهربائية اهي،
مفيش اللي هي، يبقى 25 بيساوي لأنها موجبة. تمام، هنا 25 اي واحد، هنا 2 في 5 ب 10، 2 في 5 ب 10، يبقى هات ال 10 اي واحد ب 5، 5 اي واحد، وهنا ايه 2 في 5 ب 10، حتى هنا بالسالب يبقى 15 بيساوي 5 اي واحد، يبقى الاي واحد 15 على ايه؟ على 5 يساوي 5 امبير. خمستاشر على 5 يساوي 3 امبير. بالتعويض في ايه؟ في واحد، يعني سمي دي مثلا رقم واحد، يبقى 3 يساوي 2 زائد اي 2، يبقى اي 2 بيساوي 1 امبير. اي 2 1 امبير. نشتغل بقى في الجزء ده او ده، يعني في الطرق في المسار الايسر هنشتغل في ده وخلاص. نقول هنا 25 بالموجب ناقص الابسلون، فده القوة الدفعة. هنا 5 في اي 1 زائد 2 في اي 2. طيب 5 اي واحد جبناها بتلاتة، 3 في 5 15 زائد 2، واي 2 بواحد زائد 2، دي ناقص ابسلون ودي 25، يبقى الابسلون تيجي هنا يبقى 25 ناقص 17 يبقى كام؟ 8 فولت. واي طريقه تطلعها ب 8 فولت هتعتبر صح. من المعروف والشكر الجزيل للطلاب الاوفياء، دول الطلاب اللي هم عندهم نوع من الاستمراريه، عندهم نوع من الصبر في التعلم، اللي هم راغبين في تعلم جيد، تعلم جيد. دول الطلاب دول اللي ما بينسوش معانا الاشتراك، ما بينسوش اللايك، المشاركة في الفيديوهات حتى تتم المعرفة، اللي بيبدوا دايما بآرائهم لنا على أساس إن احنا نربي جميع الرغبات.